رح نحكي عن جميع الأطفال اللي بيعانوا من الخجل أو الانطوائية، أو ممكن يكون هذا الشيء طبيعي لحد ما، ولكن ممكن بمرحلة من المراحل أو إذا زاد الأمر عن حده يصير مشكلة بتأذي الطفل نفسياً وبتمنعه أنه يندمج بالمجتمع وبالأشخاص أو مع الأشخاص والمحيط اللي عايش فيه أكثر. أكيد عفاف، رح نتعرف أكثر عن كيفية تنمية المهارات الاجتماعية للطفل وكيف ممكن يتعامل معه الأهل وخصوصا بالفترة الحساسة من عمره لحتى يقدر طبعا يتخطى أي مشاكل سلوكية ممكن يمر فيها. هاي التفاصيل وغيرها مع ضيفنا بالاستوديو وهو متخصص بالصحة النفسية للأطفال المدرب الأستاذ محمود الخالد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ. يعني اليوم كثير بنسمع أنه أنا طفلي خجول، طفلي منطوي على نفسه، ما بيقدر يعبر عن نفسه قدام الأشخاص، مانو جريء، ولكن لحاله بيكون شوي شخصيته مختلفة أكثر. أنت أنا فيني حدد أنه هذا الخجل وهذا الانطواء هو مشكلة للطفل؟ هلا بالمجمل خلينا بس نعرف أول شيء الخجل بالنسبة للأطفال مشان نطمن الأهالي اللي حاضرين معنا واللي عم يسمعونا. الخجل عند الأطفال هو شعور إنساني طبيعي عادي جدا، يعني عادي الطفل يكون خجول، عادي الطفل يكون يعني يكون شوي هيك متلبك متردد بعمر صغير، حالة طبيعية لأنه لساته عم يستكشف اللي حواليه. فما بدنا كتير أول شيء مثل ما بيسموها نكبر المشكلة، ولكن إمتى ممكن هي فعلا تتحول لعقبة؟ ما بدنا نقول خلينا مشكلة، لما بتصير في ردود أفعال من الطفل، صارت هاي الردود الأفعال هي متكررة وعم تصير تأثر عليه وعلى شخصيته. يعني على سبيل المثال اليوم لما بنشوف الطفل نحن بشكل دائم هو خجلان، محمر وشه، متخبي وراء أهله، متمسك فيه ما بيترك أمه، إيمت بمجرد ما أنه بعدت عنه خطوة واحدة متمسك فيه بصير بيبكي، لما بيحكي بصير بيتأتئ. بتلاقيه هون مين ما حكى ما بيرد عليه، أي حدا طلع فيه أي تطلع بصير بيبكي. هون صرنا عم نشوف أنه في مشكلة حقيقية بالطفل صار لازم ننتبه لها، اللي هي مشكلة الخجل اللي صارت عقبة بشخصية هذا الطفل حقيقة. يعني اليوم الأهالي غالبا للأسف طبعا هي بتساعد بتكريس شخصية الطفل الخجول لتحولها لعقدة. يعني اليوم بصير هذا الخجول، الطفل الخجول بتحول بقى من موضوع طفل خجول لطفل منطوي على نفسه لطفل منعزل بسبب هاي التصرفات اللي ممكن الأهل ممكن يساهموا فيها بقصد أو بغير قصد. مثل شو هاي التصرفات ممكن تكون؟ هلا على سبيل المثال اليوم نحن الأهل كيف ممكن يساعدوا بهذا الموضوع؟ اليوم لما أنا بشوف ابني خجول ممكن إني أنا بهدله، عيط عليه، احكي، يلا سلم غصبا عنك، يلا روح، أو على سبيل المثال تقلب للحالة العكسية اللي هو إنه أنا أتمسخر عليه أو أتنمر عليه أو إني أنا أو خلي مثلا يعني أقرانه إنه ها شايفين هذا اللي ما بيحكي، هذا اللي بيخجل ليك، وشو بيعمل ليك وشو بيسوي. هاي الحالة هي نوع في الأهالي بتفكر إنه هي نوع من أنواع التحفيز ليحكي، لا، ولكن هي هاي الحالة هي ما أنا حالة صحيحة أبدا. هذه الحالة ممكن تكرس له إياها، تكرس له الانعزالية والانطواء على نفسه، وممكن تسوي له ردة فعل تجاه أهله كذلك الأمر. يعني ممكن ببعض الأوقات تتحول لعدوانية لكره لأهله للمحيط اللي حواليه. فينا نقول كمان عدم زرع ثقة الأهل فيه، اللي هو لأنه هو بيخجل ولأنه هو ما بيعمل أي شيء لأنه هو منطوي على نفسه، فأنا يعني بمحي كل المهام والمسؤوليات اللي لازم تكون موجودة على هذا الطفل، فأنا ما بساعده بالتالي أبداً. أنا طيب ما بساعده، يكون أنا عم أكرس هذا الموضوع. هم بدي أسألك أستاذ محمود، غالباً في كتير أهل بيعتمدوا على مبدأ أنه أنا شوي بدي يكون حريص، بخاف من اختلاط الطفل ببعض أقرانه، يمكن ما يكون مثلاً الباقي بيقولوا يمكن تربايته مو مثل تربايتنا، يمكن ظروفه مو مثل ظروفنا. هذا الخوف الزايد قديه كمان هو عامل من العوامل اللي بتأثر كتير لأنه الطفل يصير يخاف؟ هذا أهم عامل، يعني هذا أهم عامل. نحن اليوم بمجرد ما أني أنا عزلته عن أقرانه، بمجرد ما أني أنا عزلته عن أقرانه هو بالحالة الطبيعية هو رح يصير منعزل وخجول ومنطوي على نفسه، لأنه ما في حدا عم يحكي معه، ما في حدا عم يشجعه على الحكي أصلا بجميع الأحوال.
يعني بالنهايه اليوم الاهالي هذا الخوف الزايد اليوم انت ضروري كثير تاخذه على الالعاب، ضروري كثير تاخذه على فئه من عمريه من اقرانه، وحتى اذا هو ما بده يروح لعندهم لا انا بدي اجيب اقرانه لعنده، يعني ممكن يكون في عندنا اولاد عم واولاد خاله من عمرهم انا اعزم اهاليهم لعندنا على البيت ليلعبوا مع بعض، لما انا اشوف ابني انا منطوي على نفسه او خجول انا يعني اذا هو ما بده اياهم انا بدي اجيبهم لعنده. عرفتي علي كيف؟ هذا التصرف برجع بقول لك الاهل غالبا هن بيكونوا مساهمين مساهمه حقيقيه بانه ابنهم يكون خجول. طيب خلينا ننتقل للحل وان شاء الله هيك ما يكون كثير معقد، لانه هو مسؤوليه الاهل وهن اول شيء بيلاحظوا هذا الشيء عن طفلهم من عمر صغير. اليوم كيف ممكن الاهل اذا لاحظوا او حتى ما لاحظوا او ما تصير عندهم هاي المشكله يداركوها انهم ينتبهوا عليه من عمر صغير او يساعدوه اكثر، او من الاول خلص ينمو مهاراته الاجتماعية يندمج بالمجتمع أكثر تكون شخصيته قوية قدام العالم أو لحاله؟ رح أقول لك شيء، اليوم في مجموعة من العوامل، مجموعة من الإجراءات اللي ممكن تتخذ من الأهل يعني لتعزيز ثقة الطفل بنفسه. أولا وأهم الاستماع للطفل، يعني اليوم أنا طفلي ممكن لأنه ما بيحكي فأنا ممكن لما يخطر على باله أي نوع من أنواع الأحاديث أنا لازم أسمع له إياها وما سخف أي حديث من الأحاديث اللي ممكن يحكيها. يعني ممكن هو يجي الطفل يقول بابا أنا والله مثلا أي موضوع بده يحكي خلاص سكوت خلاص، أنت يعني أنت مبدئيا قتلت الثقة، يعني قتلت الثقة فيه. بس ما بقى يسترجي يحكي أي شيء لأنه أنا أي كلمة بدي أحكيها هو أنا رح أهلي رح يسكتوني، أهلي رح يبهدلوني، أهلي رح يسمعوني كلمتين، فأنا ما بقى أحكي. اليوم الأهل أنا لازم تعزيز ثقافة الحوار بينهم وبين الطفل، هاي أول شغلة كتير مهم. البدء بتكليفه بمجموعة من المهام والمسؤوليات الصغيرة التي تتناسب مع حجمه، يعني مع عمره ومع الفئة العمرية تبعته. يعني اليوم أنا ولد عمره صغير ممكن أني أنا كلفه من وجبة الطعام، يلا قوم خلينا نشيل الصحون مع بعض، قوم خلينا نسقي الزريعة مع بعض، قوم خلينا مثلا في عندي أي مشوار بدي أطلع يلا قوم خلينا نطلع مع بعض. الفقرة الثالثة اللي هي كثير مهمة، لازم نبلش نحن ناخده على بيئة مجتمعية أوسع نطاق حتى لسه من نطاق الأقارب، ممكن ناخده على الألعاب، مدينة الألعاب، ممكن ناخده على المسارح، ممكن ناخده على السينمات، ممكن يعني نبلش نوسع له الدائرة الاجتماعية التي تتعلق بأعماره. ممكن كثير ممكن موضوع جانب الأفلام اللي ممكن نحن ممكن نعرضها أو يحضرها بالسينما أو بالبيت، تسأله عن هاي القصة اللي ممكن تصير معك بالفيلم، احكي لنا شو صار، احكي لي شو حبيت الفيلم ما حبيت الفيلم، بلش انا خليني دربه على مهارات التواصل، مهارات الحديث ليقدر يعبر عن كل شيء بداخله. والاهم من ذلك هو موضوع الاقران، كثير مهم انه هو يكون موجود مع اقرانه اللي من عمره اللي ممكن يلعب معاهم، يتخانق معاهم ولا يتواصل معاهم ولا يضحك معاهم، هذا الشيء كثير رح يعمل له كسر جليد يعني او كسر حاجز الخوف من موضوع الخجل. اكيد. طيب قبل ما نختم، هلا نحن يعني فصل الصيف مثل ما بنعرف يمكن في كثير نشاطات وفعاليات ممكن الاهل يخلوا اطفالهم يشتركوا فيها، في اهل بيخافوا انه يدخلوا مثلا مخيمات، هي النشاطات اللي بتكون موجوده، قد ايه هيك بنوجه لهم النصيحه، قد ايه هي مهمه، قد ايه بتساعد بتكوين شخصيات الطفل؟ هلا يعني دور المخيم، يعني هو بالنهايه دور هي المخيمات ولا هي النوادي هي تقويه شخصيه الطفل، بناء شخصيه الطفل. انا اليوم لما بدي اخذه على سبيل المثال على دوره لكره القدم بنادي معين، فهو بالنهايه ما راح يكون لحاله، راح يكون كلياته مع مجموعه من الاطفال ذات الفئه العمريه نفسها، فبالنهايه انا راح اندمج وراح اتواصل معهم، وراح بالنهايه بده يدور على طريقه لا يقدر يندمج معهم، فهي نوع من انواع تنميه مهارات الطفل، بالاضافه لنوادي السباحه، بالاضافه لمخيمات اللي ممكن تعملها كثير من الفعاليات الخاصه او العامه، ان كانت منظمه طراء البعث ولا ان كانت المدارس ولا ان كان شو ما كان، ان بالنهايه هو الهدف منها شو؟ هي بناء شخصيه الطفل، الاندماج مع اقرانه، بناء شخصيته، اكتساب مهارات جديده. كثير بشجع الاهالي، كثير بشجع الاهالي، وبالنهايه ما يخافوا لانه بالنهايه هي النوادي فيها حجم لا يستهان فيه من السيفتي، من الامان، في مدربين، في متابعين، وفي متخصصين لحمايه هي الاماكن يعني. أكيد. بالختام بدنا نتشكرك أستاذ محمود الخالد، كنت معنا اليوم مدرب ومتخصص بالصحة النفسية، أهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك. شكرا لك لوجودك أستاذ محمود.